السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحه وسلامه. اليوم حنسوي كيكه باللون الاسود. راح اشوفكم الكريم شلون اخلطه باللون الاسود. عندي هذا، استخدمه هذا اللون الجل. نضيف في البدايه شوي شوي طبعا الكريم باللون الجوزي. انا مسويت لكم فيديو عليها شلون نسويها، يعني الافضل ان نسويها بالبدايه باللون الجوزي. هنا ضفت هاي المقدار يعني من اللون، ونخلط بيها الى ان نستمر، يعني نضيف ونخلط الى ان نحصل على اللون الاسود للريدة. شوفوا هسه لونه صار هيجي على خضار. هضيف بعد، نستمر نضيف ونخلط الى ان يطلع اللون الاسود. هنا حضيف بعد واخلط. شوف هنا استمرت اضيف واخلط، يعني ما اقدر اقول لكم المقدار اللي ضفته لان كل لون يختلف عن لون، يعني كل ماركة كل نوعية، فانتوا ضيفوا وخفقوا، يعني استمروا بالسباتولا مو بالخفاقة. بالسباتولا تخفقون لان بالخفاقة ما يطلع اللون الاسود. الى ان ينطينا هذا اللون الاسود، طبعا راح ارجع البراد او بالثلاجة. كل ما تخلونه بالثلاجة راح يصير لونه اطوخ اكثر.
وهاي الكيكة بعد ما كملتها هيك صار شكلها. طريقتها كلش سهلة وحلوة وتفيد المبتدئين. أتمنى هذا الفيديو عجبكم واستفادتوا من عنده، ومع ألف سلامة.